التسامح ارحمني كرمني سامح سامحنا يا الله. ارحب بضيفنا الشيخ عويد عثمان امين الفتوى ومدير قسم الفتوى الشفويه بدار الافتاء المصريه. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا وسهلا استاذ. احنا طبعا النهارده مكملين السلسله مع حضرتك وتفسير ايات القران، والنهارده هنفسر سورة أو آية إن أنزلناه في ليلة القدر. هنفسر السورة بقى كلها. بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. وبعد، هذه أعظم أيام الله بإطلاق، هي أيام الرحمة وأيام الاتصال بالله عز وجل وأيام العفو وأيام نصلح فيها ما أفسدنا في العشرين الأول وننشط لما أكسلنا عنه في العشرين الأول. ذلك كان الإمام أبو الفرج بن الجوزي يقول: الخيل إذا ما اقترب نهاية السباق بذلت أقصى ما في وسعها للفوز. عايزة توصل بقى بأي طريقة، يعني الخيل الطاقة بقى تطلع تفطنت إلى هذا إن خلاص إن السباق هينتهي، مش بقى يمشي ببطء ما خلاص بقى، لا، ده يبذل أقصى ما في وسعه حتى يفوز. قالوا: فالإنسان أو المؤمن من باب أولى أن يتفطن إلى أن خلاص موسم الطاعة أوشك على الرحيل، فلا بد أن يدرك ولا بد أن يستدرك ما أكسل فيه وما نام عنه وما غفل عنه في العشرين الأول. وكان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم له في رمضان خاصة، شهر رمضان له مكان عند النبي صلى الله عليه وسلم عن غيره من الشهور، وكان العشر الأواخر لها مكان عند رسول الله عن العشرين الأول، وكأنه هو زمان أشرف من زمان، كما أن فيه مكان أشرف من مكان، وفي إنسان له مكان عند الله أكثر من إنسان. الأنبياء، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم له مكانته عن غيره، البيت الحرام له مكانته وشرفه على كل بقاع الأرض، شهر رمضان له مكانته على كل الشهور، يوم الجمعة له مكانته على وشرفه على كل الأيام الأخرى. فكذلك كان العشر الأواخر لهم مكانتهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العشرين الأول. فكان سيدنا النبي في العشر الأواخر كان ينشط لإحياء الليل كله، وكان يقول: أيقظوا صواحب الحجرات، أمهات المؤمنين يقوموا يصلوا، كل واحد يوقظ زوجته للصلاة والعبادة، والكل ده بيدعو وده بيقيم الليل وده بيقرا قران. مش هي مش صلاه بس، الامر ما هوش صلاه، مش لازم الواحد يقوم طول الليل يصلي، لا، انا صليت وبعدين فطرت عن الصلاه حسيت بتعب اقعد ادعو، طب انا كده شويه امسك المصحف واقرا وهكذا اذكر الله سبحانه وتعالى. اذا العبادات في العشر الاواخر في الليالي تتنوع ما بين صلاه ما بين ذكر ما بين صدقه، انسان يتصدق ايضا. كان رسول الله في العشر الأواخر أجود بالخير من الريح المرسلة كما يصفونه، وكان لا يرد أحدا، فدي برضو أيام الصدقات، كما يعني ذكرنا من قبل قلنا هي صدات مباركة. الصلاة توصلك نصف الطريق، والصيام يوصلك النصف الآخر حتى يوقفك على باب الملك، والصدقة تدخلك على الملك، كأن الصدقة سبب في قبول الدعاء، سبب في نيل الدرجات العلى من الله عز وجل. فالعشر الأواخر نزل القرآن فيها: إنا أنزلناه. وقالوا إن ده فيها ضمير العظمة، إنا أنزلناه، مع أن المنزل واحد سبحانه وتعالى، ولكن الأمر يقتضي العظمة ويقتضي الحديث بكلام العظمة أو بمعاني بكل معاني العظمة. إنا أنزلناه، مش أنا أنزلته، لأن الأمر هو أنزل أعظم كتاب كلام الله عز وجل، فأنزله، فكان الأمر يقتضي بيان العظمة لأن القرآن عظيم. لذلك إنا نحن نزلنا الذكر، شوف الكلام، الله يتكلم على نفسه بأسلوب بصيغة الجمع لبيان التعظيم والعظمة لمكانته سبحانه وتعالى. فقال: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وقالوا الليلة هي موطن وموضع السكون،
للإنسان. الإنسان إذا ما أراد أن يخلو بذكر الله لا يستلذ بالذكر إلا ليلا، وإذا ما أراد أن يقوم بين يدي الله لا يستلذ بالقيام إلا إذا ما خلى بربه ليلا. فكانت الليلة هي موطن وموضع العبادة، زمن العبادة بالليل، وزمن القرب من الله والاتصال بالله عز وجل ليلا. إنا أنزلناه في ليلة القدر. الله، هو القرآن نزل في ليلة القدر؟ قالوا نزل من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا في ليلة القدر، لأنه ما نزلش في يوم واحد. ما نزلش في يوم. ثم بعد ذلك توالى النزول من بيت العزة على قلب الحبيب صلى الله عليه وسلم على مدار 23 عاما. بدأ النزول بقى منجما حسب الأحداث. حدث كذا بينزل، في تربية بينزل، في تشريع بينزل، وهكذا. إذا نزل من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في ليلة مباركة، في ليلة اللي هي ليلة القدر، التي وصفت في مكان آخر إنا أنزلناه في ليلة مباركة، اللي هي ليلة القدر. والقدر قالوا معناه مختلف. الله عز وجل في القرآن يقول فمن قدر عليه رزقه، يعني ضيق. فقالوا ليلة القدر بمعنى ليلة الضيق وليلة التضييق. إيه المعنى؟ قالوا ليلة تضيق فيها الأرض بالملائكة، فهي ليلة القدر من الضيق، فمن قدر عليه رزقه، لأن الأرض تنزل فيها الملائكة في تلك الليلة، فتضيق الأرض بالملائكة لكثرة نزولها وتوالي نزولها، فلا يكون هناك مكان لشيطان في تلك الليلة. وقالوا القدر بمعنى الشرف. احنا دايما نقول فلان له قدر، صاحب قدر، صاحب قدر يعني صاحب شرف. يبقى إنا أنزلناه في ليلة القدر، أي في ليلة الشرف والعظمة، فمن قام فيها نال الشرف والعظمة من الله عز وجل. وقالوا ليلة القدر بمعنى التقدير، كل حاجة بتتحط في نصابها في تلك الليلة، أسماء الحجيج، من يعتمرون، من يرزقون، من يموتون، الأجال بتكتب، الأرزاق بتقسم، كل اللي هيطلع الحج بيكتب اسمه. إذن الأفضل أن الإنسان في تلك الليلة يكون على عبادة، حتى يكتب الرزق ويكتب الأجل ويكتب كل شيء له وهو على عبادة واتصال بالله عز وجل. فإذا ليلة القدر قالوا بمعنى التقدير، فيها يفرق كل أمر حكيم. إذا توضع الأمور في نصابها، الأجال، الأرزاق، العبادات كالحج ونحو ذلك، كله يقدر في تلك الليلة. قدرنا يعني يا رب القدر. خير ما قدره الله عز وجل الإنسان بالضبط. ربنا يكتب لنا الخير يا رب. أنزلناه في ليلة القدر. طيب وما أدراك ما ليلة القدر. أيوة، قبل ما نكمل الآية احنا وقفنا كده عند ليلة القدر نفسها، ونبدأ ناخد تليفونات مستنيانة.